طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن أخوي عبد العزيز، كان في اقتراح إنه إحنا بس نسجل اللي هو تركيب التجارب، فهذا الفيديو عبارة بس عن تركيب التجربة، ما فيها أي ثيوري ولا حتى براكتيكال، بس كيف أنا أركب الجهاز. فراح نبدأ مع تجربة اللي هي تجربة اكسبيرمنت 4 3 فيز ترانسفورمر. الآن زي ما أنتم شايفين أنا عندي ثلاث ترانسفورمرات، هذا ترانسفورمر 1 وترانسفورمر 2 وهنا ترانسفورمر 3. الآن راح نشبكهم دلتا دلتا. لما نجي نشبك دلتا دلتا، طبعا انا هذا يمثل لي البرايمري سايد وهذا السكندري سايد، فراح اخذ النود نمبر 1 من البرايمري للترانسفورمر 1 مع 7، اوكي، وراح نشبك 6 مع اللي هو السكند ترانسفورمر، 6 مع اللي هو 12، وبعدين اسكر الشبكه باني اخذ 11 مع 2. الان انا شبكت 3 فيز للبرايمري سايز. خلينا نروح عند السكندري سايز. زي ما انتم شايفين راح اخذ 3، او خلينا نبدا من 5 احسن نحو عشان يكون عندي نفس ارقام الريبورت. راح ابدا 5 مع 8، اوكي، وراح اخذ 10 مع 13. الآن بقي عندي اللي هو عشان أسكر السيركت راح يكون عندي النود رقم 3 والنود رقم 15. طبعا في اللاب ريبورت طلب أنه قبل ما أسكر، أنه طبعا هو طلب مني أنه أتأكد أن الفولت هو عبارة عن 0 فولت، فقبل ما أسكره أخذ اللي هو الفولت الموجود عندي. طبعا لازم أول شيء أغذي السيركت لأنه بالسورسز الموجودة عندي، فراح اخذ سورس 1 و 2 و 3. انا اخذت كونستنت، اتوقع انه مطلوب عندي اللي هو انا اخذت الكونستنت هنا، فعندك هنا اللي هو كونستنت اي سي سورس وهنا فاريبل اي سي سورس، فانا اخذت اللي هو الكونستنت. فراح اخذ طبعا طريقه الشبكه، انا راح اشبك في البرايمري سايد، فجدا سهله 1 مع اللي هو 6 ومع 11. طبعا انا في الدلتا ما احتاج اني اشبك نيوترال. الان راح اتاكد انه راح اخذ الفولت زي ما انتم شايفين الاي 1، بس انا ابغى اتاكد انه الفولت راح يعطيني 0 قبل ما اسكر السيركت. فالان راح اخذ 3 مع 15 وراح اروح عند الميترنج. طبعا زي ما انتم شايفين الميترنج الان انا شابك اي 1 فهو قاعد يعطيني تقريبا 1.25 اتس اوكي. فزي ما انتم ملاحظين هذا انديكيت انه انا عندي ما في اي فولت على ترانسفورمر، فعشان بعد ما اتاكد انه هو يعطيني الزيرو او اولموست 1 فاروح وارجع واسكر السيركت بانه انا اخذ افصل اللي هو الفولت مقياس الفولت اللي انا اخذته واسكر السيركت عادي. تسكير السيركت هو عباره عن ان اخذ 3 مع 15. الان لو تلاحظون هو راح يبدا يطلب مني ان انا اقيس اللاين فولتج والفيز فولتج، فاللاين فولتج عندي في الدلتا هو نفسه الفيز فولتج، وعندي الكرنت هو تقريبا راح يكون لللاين اكبر من الفيز كرنت بسكوير روت اوف 3. راح تلاحظون في الريبورت راح يطلب منكم عده مطالب. احنا ذكرنا انه اللاين فولتج هو نفسه الفيز فولتج، فوات ايفر فروم اي مكان انا اخذت الفولت راح يعطيني نفس الفولت المفروض. فخلوني اخذ زي ما هو طالب مني في الريبورت مثلا 1 و2، راح يعطيني مثلا راح يكون عندي زي ما انتم شايفين اعطاني اللي هو 389. ودائما سواء اخذت فيز فولتج ولا اخذت لاين فولتج راح يكون عندي نفس الفولت المعطى عندي. طبعا ديبندز على الفاليو اللي انا اخذتها عندي، انا اخذت كونستنت فولت سورس ولا فاريبل سورس. طبعا الان خلصنا من الدلتا، فخلونا نروح عند الستار. الان ننتقل الى الواي، كيف راح نشبك الواي. طبعا راح نشبك احنا عندنا الثري فيز ترانسفورمرز واي واي. زي ما انتم شايفين انا عندي هنا البرايمري سايد، هذا يمثل لي وهذا يمثل لي السكندري سايد. فالان لو تخيلنا انه هذه الوايندنج الكل ترانسفورمر موجود عندي، فهذا الترانسفورمر الاول وهذا الترانسفورمر الثاني وهذا الترانسفورمر الثالث. فالشبكه جدا سهله، طبعا راح نسويها ان شاء الله على الجهاز، لكن الشبكه هي كالتالي: راح اروح للوايندنج للبرايمري واشبكهم شورت مع بعض، وطبعا السورس راح اخذهم من الجهه الثانيه، هذا الجهه الثانيه، ولا انسى نيوترال. النيوترال دائما يكون ينشبك في البرايمري سايد. هذا واحد.
الان ننتقل الى السكندري. زي ما انتم شايفين عندي 3 وايندينج، زي ما انتم شايفين احنا عندي 3 وايندينج، هذا الوايندينج الاول والثاني والثالث، كل واحد فيهم يمثل لي ترانسفورمر. فنفس الحكايه راح اروح اللي هو بارت من الوايندينج راح اشبكه شورت، والجزء الثاني راح اتركه زي ما هو لانه احنا ما عندنا لود. خلونا نروح نسويها على الجهاز ونشوف كيف راح نشبكها. الان تعالوا على الجهاز خلونا نشوف كيف الشبكه. زي ما انتم شايفين انا عندي هنا البرايمري سايد، برايمري سايد، برايمري سايد، وهنا السكندري. فهذا يمثل لي ترانسفورمر، ترانسفورمر، ترانسفورمر. فخلونا نبدا نشبكهم الان. نشبكهم باللون الاحمر، اذا اللون الاحمر دائما انا ابغاه هنا يمثل لي البرايمري سايد. فراح اشبك 2 اللي هو البرايمري سايد الاول، الوايندينج الاول، مع 7 للبرايمري سايد للترانسفورمر الثاني، مع اللي هو راح يكون شورت مع 12 واللي يمثل لي اللي هو الترانسفورمر الثالث. الان تعالوا خلونا نشبك السورس. فانا السورس الان انا شبكت البرايمري سايد شورت مع بعض، الجزء الثاني منهم راح اغذيهم بالسورس، فراح يكون عندي هنا 1 للسورس الاول، والسورس الثاني راح اشبك على 6 اللي هو، والسورس الثالث راح يكون 11. طبعا هو يعتمد هو ايش طالب مني، فاريبل ولا كونستانت، على حسب السؤال. وما انسى النيوترال، اهم شيء في الموضوع انه النيوترال اللي هو النيوترال مشبوك عندي مع البرايمري سايد، فبالتالي راح اي واحد من النود الثلاثه 2 او 7 او 12 راح اشبكهم مع اشبك معهم النيوترال. وبكذا اكون خلصت الشبكه الاولى للترانسفورمر للبرايمري سايد. خلونا الان نروح للجزء الثاني الا وهو انه كيف اشبك السكندري سايد. الان في السكندري سايد نفس الحكايه، راح اشبك 5 اللي هو السكندري سايد من الترانسفورمر الاول مع اللي هو السكندري سايد الثاني اللي هو 10 مع 15. فالان انا شبكتهم كلهم شورت مع بعض، وطبعا الجزء الثاني منهم اللي هو 3 و8 و13 انا راح اتركهم اوبن لانه انا ما عندي لود، فما يهمني الموضوع. الان كذا نكون خلصنا شبكه اكسبيرمنت 4، ننتقل الى تجربه ثانيه.